كنت نخدم وعينا منزلي في الكورونا قاعدة في الدار ما خدمتش، ما كلمني حد وما عيط لي حد. إيه صحيح الدولة وقفت معانا وعاونتنا وعطتنا 200 دينار صحيح، هذا من واحد ما ينكرش، ما إلى متى؟ إلى متى؟ حتى كي رجعت توا الدنيا بشوي بشوي راهي ما رجعتش الناس كل تخدم، فما وضعيات رجعت تخدم وضعيات قاعدين، شنو هي مصيرنا؟ أنا واحدة من الناس كيما غدوة الدولة ماهيش باش تصب لي الشهر هذا 200 دينار، ما عنديش أنا باش نوكل صغاري. هي جمعية الحق أنا ما سمعتش فيها قبل، مي إنهم هما اتصلوا عرفوا برواحهم باش يعاونوني وباش يقفوا معايا وباش يدعموني في مشروعي، عندي ماكينة نتاع خياطة انهم يمدوني حتى بالمواد الاساسيه باش نبدا باش اني نستقل بذاتي، ما نستحقش نهار اخر سبحان الله. حتى انسان يجيك ميساج فيه باسمك نومروك فيه ماندا ب 60 دينار فيه كود، الكود هذاك تهزو تمشي للعطار اللي يتعاملوا مع الجمعيه هذه، ديجا هو ثم نومرو التليفون في الميساج تتصل بها قبل يقول لك هو وين، تمشي تقضي قضيتك وتروح على روحك. فانا ملي جاني التليفون الاول والثاني نحس في نفسيتي ارتاحت برشا برشا برشا. هذه كانت من الابليكاسيون فهمتي فيا موبيل اللي عرفتنا بالبروجي نتاعها وكذا، خلاتنا نتربطوا مع العباد يجيونا بالميساجات اللي هو كود فهمتني، يجي ويورونا الكود نتاعهم هذاك وبالطبيعة مع بطاقة تعريف، واحنا نكون الوسيط باش نعطيهم البرودوي اللي حاجتهم بيه اللي هي سلعة الزيت وأي أي حاجة يحبوها فهمتني، أي حاجة موجودة في المحل تكون بالنسبة لهم هما يجموا ياخذوها، وبالطبيعة قيمة الفلوس اللي جابوها. هذه مدام أخويا تجي تورينا الميساج نتاعها اللي هو فيه الكود فهمتني، واحنا بالكود هذاك ندخلوا الابليكاسيون ونشوفوا اسكو الكود صحيح ولا، واذا كان تم تجاوب معناتها من صح من الابليكاسيون اللي هو كود صحيح نفرحوا بالمراه ونعطيوها اللازم نتاعها كل اللي تستحق. كل هذه بصراحه مبادرات غير عاديه معناها بالمره، باهيه باهيه على الاخر وتساعد برشا ناس، وان شاء الله تواصل حتى ما غير الوباء وكله تقعد بعد الوباء موجود. حكيت لي قلت لي معناتها عندك ماكينه نتاع خياطه وعندك صنعه في جيك هكا ولا هو ان شاء الله بقدر تربي نبداو بالاعانه هذيا نتاع 60 دينار وتتواصل على مده جمعه كل جمعه معناتها، وبعديك نتعدي ومعناتها نحاول نلانسيو معاك البروجي هذايا نتاع الخياطه، نحاولوا معناتها نلقاو لك دي كليون معناتها المارشيات تخدم عليهم، نقاو لك في الماتيريال اللي عندك ان شاء الله بقدر تربي تلانسي لك البروجي ان شاء الله. شفنا لي شيفر اللي نجموا معناتها ياثروا على وضعيه التونسي، لي شيفر اللي يهدوا برشا عائلات برشا اعضاء من العائله اللي معناتها كانوا ينجموا يكونوا في وضعيه معناتها عادية من نيفو متوسط باش يتيحوا جراء معناتها هذه الأزمة اللي نمروا بها لوضعية معناتها ما أخيب. احنا نحبوا نلقاو حلول للناس هذه، حلول تدوم، حلول تبقى، معناتها حاجات تخلي الناس هذوما يقفوا على ساقيهم ويعملوا على رواحهم، يلقاو مورد رزق قار يكتفيوا بهم ذاتيا العائلة كل معناتها أفراد العائلة الكل.